السلام عليكم. المحاضرة التاسعة اللي راح نتناول بها تقنية الكويك سورت، اللي هي واحدة من أشهر وواحدة من أفضل تقنيات السورتينج المكتشفة بالعصر الحديث. طبعاً الكويك سورت تعتبر قفزة بعالم السورتينج، واللي مكتشفه هو السير تشارلز أنتوني، اللي هو حصل على جائزة التورينج أورد. الجائزة طبعا هذه تورينج، هذا جاي من اسم العالم اللي اكتشف الكود اللي اخترق به الشفرة الألمانية بالحرب العالمية الثانية، وجائزة تعطيها الـ ACM سنوية. هذه الجائزة انطوها لهذا العالم اللي اكتشف هذه الخوارزمية. راح نشوف شنو تفاصيلها وشون راح تشتغل. طبعا هي مبنية على خطوات. أولا لازم نسوي شفلنج، تذكرون الشفلنج اللي شرحته لكم، قلت لكم وين راح نحتاجه، راح نحتاجه هنا. الشفلنج هي إعادة ترتيب راندوملي للعناصر، ليش؟ هم راح نجي نشوف. أول ما نبدأ نشتغل الكويك سورت نسوي شفلنج، يعني نخربطهم، يعني نوزعهم توزيع عشوائي، أوكي؟ بعدين نسوي تقسيم على أساس بعض العناصر. Partition so that for some J entry of J is in place, when no larger entry to the left of J, when no smaller entry to the right of J. يعني أول ما نبدأ نشتغل نجيب لنا عنصر من هذه العناصر، يعني مثلا هذه العناصر اللي اجت لي بالانبوت بالبداية، نسوي لهم شفلنج، يعني نعيد ترتيب، ناخذ عنصر من عناصرها. احنا خليه نتفق مبدئيا انه العنصر الاول اللي ناخذه نقسم على اساسه او نرتب على اساسه هو العنصر الاول اللي يطلع لي بعد الشفلنج. فهنا هو عندي هذا العنصر اللي هو يسمونه البيفت، او اللي يسمونه البارتيشننج اليمنت، اللي هو هذا اول عنصر بالمجموعه اللي تطلع بعد الشفلنج، فهذا هو الكي. نبدي نرتب هذه العناصر على اساس الكي، بحيث كل عنصر نبدي كأنه نخلي عندي مؤشرين، واحد يبدي يشتغل منا إلى الأسفل، واحد يبدي يشتغل منا إلى الأعلى، وهذول المؤشرين من يمشون يشيكون ويا الكي. كون أنا هنا هذا المؤشر، أجيب كل العناصر اللي أكبر من الكي، هذا المؤشر اللي هنا يجيب لي كل العناصر، إذا طبعا يعني العنصر أوريدي أكبر يبقى، بس إذا أصغر فلازم أنقله على هاي الجهة. هاي الجهة إذا لقيت لي عنصر كبير توديه ويا هذا الصغير اللي لقيته، بحيث أضمن أنه هنا صار عندي الصغار وهنا صار عندي كل الكبار. ورا ما ننتهي من التقسيم أضمن أنه هذه الجهة صار بها الكبار، لكبار أقصد علاقتها ويا هذا البارتيشنينج، وهذه الجهة صار بها العناصر الأصغر من الكي. ورا ما نكمل هذا البارتيشنينج، وهاي الخطوة نسميها بارتيشنينج آخر، لملمة هذني التقسيمات راح تؤدي بالنتيجة إلى سورتينج. ورا ما نكمل هذا البارتيشنينج على أساس هذا العنصر، نجيب الكي بالموقع مالته. الموقع مالته راح نشوفه شلون راح يصير. يعني مثلا هنا لو رتبنا هذه العناصر لقينا كل هذني كلهن أكبر من الكي، وكل هذني أصغر من الكي، فراح نبدل النوب الكي ويا آخر صغير لقيته، حيث يجي هنا. هسه النوب ضمنت ان هذول كلهم اكبر وهذول كلهم اصغر، بس هذول بعدهم ما مرتباتها من بيناتهم. نعيد الخطوه نفسها باعتبار هذه جزء جديد لازم نرتبه، واعتبار هذا جزء جديد لازم نرتبه. يعني شلون ريكيرسيف، شلون الميرج، بس المره الميرج مو على اساس منتظم 2 4 8 16 وهكذا، لا، هنا على اساس العنصر نفسه. هسه النوب بدنا نشتغل على هذا، ناخذ الاي هو العنصر ونجيب كل العناصر الكبيره من هاي الجهه وكل العناصر الصغيره من هاي الجهه، ونشتغل على هذا ايضا وناخذ ال هو العنصر ونجيب كل العناصر الكبيره منها والعناصر الصغيره منها ونقعد بيناتهم. ورا ما نقسم هذا التقسيم هم النوب نشتغل هذا الجزء المتبقي، وهم النوب نشتغل هذا الجزء المتبقي، وهكذا وهكذا الى ان ننتهي ونمر على كل العناصر، فراح تكون عندي النتيجة هي سورتينج.
شوف هذا المثال اللي هو شلون راح يبدي يشتغل لو أخذت عندي المصفوفة بعد الشفرين. Basic scan, scan I from left for an item that belongs on the right. نبدي الـ I يبدي منه ويدور على كل عنصر أكبر من الـ K حتى يبدله ويا أول عنصر يلقى من الصغير أصغر من الـ K بهاي الجي. Scan I, الـ I اللي هو يبدي منه from left for an item that belongs on the right يعني أكبر. وسكان J from right, J يبدي من الأخير for an item that belongs to the left يعني أدور على عنصر صغير ينتمي للليفت. Exchange A of I and A of J وrepeat until pointers cross. هذا الـ K هنا initial value الـ I يأشر على الصفر والـ J يأشر على 16 أو آخر موقع موجود. زين نبدأ نحرك الـ I. نشوف عندي الـ R, الـ R أكبر من الـ K فأوقف الـ I وانتظر عنصر صغير يجيب لي اياه J. الـ S أكبر, الـ O أكبر, الـ X أكبر, هذا يمكن مو مشكلة. شوف الـ J يستمر إلى أن وصل الـ J للـ C. C أصغر من الـ K فيبدلها ويا العنصر الكبير اللي لقاه يبدلها ويا الـ R. تجي الـ R هنا وتجي الـ C هنا. نحرك الـ I, الـ A أصغر طبعا كلها مقارنة ويا الـ K والـ T أكبر. فنشوف هسه بجهة الـ J إيش لقينا صغير على مود نبدله. الـ Q أكبر, الـ M أكبر, الـ I أصغر. فنبدل هسه الـ I ويا الـ T. تجي الـ T هنا وتجي الـ I هنا. نحرك الـ I, الـ E أصغر, الـ L, الـ L أكبر. الـ L هسه لازم تتبدل ويا العنصر الكبير اللي يلقاه لي J أو العنصر الصغير العفو. فالـ U أكبر, الـ P أكبر, الـ E أصغر, تتبدل ويا الـ L. راح يصير الـ E هنا والـ L هنا. هسه المؤشرين راح يعبرون هاي المنطقة يعني يعبر الـ J هنا ويعبر الـ I هنا. ورا ما يعبر نسوي Exchange, نجيب الـ K ويا الموقع اللي راح يوصل له الجي يعني هو آخر صغير وصل له اللي هو الإي. فراح تتبدل هنا يجي الإي هنا ويجي الكي هنا. انتهت عملية البارتيشنينج على أساس الكي. نوب نعيد نفس هاي الخطوات بس على هذا الجزء ونعيد نفس هاي الخطوات على هذا الجزء. نكمل التقسيم بحيث وأنا أمشي يكون عندي قبل لا أبدأ التقسيم يكون عندي المؤشر اللي هو المؤشر اللو يبدي منه ومؤشر الهاي يبدي منه وهو البيفت ماتي او البارتيشنينج اليمنت راح يكون عندي باول عنصر. هاي طبعا قبل لا ابدا اشتغل بعد الشفرنج. باثناء العمل كل العناصر اللي هي قد تكون اصغر من او يساوي الفي تكون منه وكل العناصر اللي هي اكبر من او يساوي الفي تكون منه. يعني الجي يجيب الكبير ويتحرك, الاي يضمن لي انه هذه الجهه بها الصغير ويتحرك. إلى أن أختم التقسيم كل العناصر اللي هي أصغر من أو يساوي الفي موجودة هنا وكل العناصر اللي هي أكبر من أو يساوي الفي موجودة هنا والفي بيناتهم. فصارت هاي النتيجة أنه صار تقسيم على أساس الفي. الفي اللي هو مثل الكي, الفي اللي هو الإليمنت مال بارتيشنينج هنا نقصده, فالفاليو يعني هنا نقصده. هذا صار سورتينج على أساس الفي, كل الأكبر وكل الأصغر. النوب نعيد الشغل هنا ونعيد الشغل هنا تدريجيا او تتابعيا. خلينا نشوف الدمو اللي ممكن يوضح لي خطوة البارتيشنينج. فراح ناخذ البارتيشنينج بطريقة اللي شرحناها لحد الان اللي هي quick sort partitioning. repeat until I and J pointers cross. scan I from left to right so long as A of I أصغر من A low. وسكان J from right to left so long as A of J أكبر من A of low. A low. Exchange otherwise يعني إذا ما صار عندي exchange A I with A J. زين؟ فهنا راح يبدأ عندي هنا الـ pivot ماتي أو العنصر الـ partitioning element
وهنا الـ I وهنا الـ J. راح يبدأ يقارن اللي مأشر عليه الـ A of I واللي مأشر عليه الـ A of J. يكون هنا أضمن أنه أصغر وهنا أضمن أنه أكبر. الـ J أصغر، العفو الـ J هنا يعني الـ S أكبر، والـ I هنا هم أكبر فلازم يتبدل. Stop I scan، stop I scan because الـ A of I هي أكبر من أو يساوي الـ A of I. طبعا أكبر الـ A of low، الـ A of low هو الـ K، فهنا هذا الـ R هو أصغر، العفو أكبر من الـ K، لازم هذا يتبدل. يتبدل ويا من؟ يتبدل ويا عنصر صغير يوقف على اليد J. هسه حاليا الـ J ما واقف على عنصر صغير، واقف على عنصر كبير، فلازم شو نسوي؟ نمشي الـ J. الـ O B هم أكبر، نمشي الـ J. الـ X أكبر، نمشي. وقفنا على الـ C، هنا stop J. ليش؟ لأنه C أصغر. And exchange A of I with A of J. والR هو أكبر، فهذا هنا مكانه مو صحيح وهذا مكانه مو صحيح، لأن هذا الأصغر لازم يجي بهاي الجهة وهذا الأكبر لازم يجي بهذه الجهة. نبدلهم، نبدل C هنا والR هنا. زين، نكمل. هسا نصعد الI. الI أصغر ماكو مشكلة، T أكبر، نوقف الI وننتظر الصغير اللي يوقف على اليد جي ونبدله وياه. أكبر أكبر هنا لازم يتبدل، اللي هو الآي، يعني آي أقصد كمحتوى، فيتبدل ويا من؟ يتبدل ويا تي، ونصعد الآي أصغر، هنا الآي أكبر، ننتظر الصغير اللي يوقف على اليد جي، نمشي جي هذا الصغير يتبدلون، وهنا بهذه اللحظة، بهذه اللحظة راح يصير كروس، فنبدل بعد الكروس نبدل الـ A of J ويا اللو حتى تصير عندي الـ K يقعد مكانه الصحيح، بحيث partitioned، بحيث انه هذا القسم هو كله أصغر من الـ K وهذا القسم كله أكبر من الـ K. هذا خطوة أولى للـ sort، هذا مو sorting نهائي، هذا الخطوة الأولى فقط قسمنا على أساس الـ K. هسه الـ K قعدت بمكانها الصحيح، حتى نكمل التقسيم نشتغل هذا الجزء نفس الفكرة تماما، بس المرة نبدي نفكر بالإي، بس الإي من نبدي نشتغل هذول ما باوع على كل العناصر. ليش؟ لأن يعني أنا أدري هذول كلهم أكبر من الإي، فماكو داعي لحد الكي، بعد ماكو داعي أشوف بها هذا التقسيم. الإي هم من أجي أشتغل أخلي مؤشر هنا آي وهنا مؤشر جي، وأبدي أحرك الجي منها والآي منها وأقسم بيناتهم وأقعد الإي بالنهاية. النصين الجدد اللي طلعن بعد أن أقعد الإي راح يطلع عندي هنا عنصر مثلين، هنا عنصرين، وهنا مثلين عنصرين، هذولي هم أقسمهم من جديد إلى أن أوقف إلى عنصر واحد. ورا ما أكمل هذا بدي أشتغل هذا نفس الفكرة، أقسم هذا النوب على أساس الإل. الإل من تجي تقعد بمكانها الصحيح، النوب النص اللي يطلع بعد تقسيمي للإل والنص الثاني اللي منه اليمين واليسار هم أقسمهم مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن أنهي التقسيم ككل. زين، طبعا هذا ناخذها بعدين. فكرة التقسيم هذه فكرة يعني بصراحة ذكية جدا، ذكية جدا، لأنه قدرت تحلي مشكلة الـ in place اللي كانت عندي بالـ merge sort، ووفرت لي خوارزمية بس بيها مشاكل. هسه راح أذكر لكم شنو السلبيات اللي بيها وشون حلوه، ماكو شيء كامل طبعا، بس شون طوروها وشون حلوه. نرجع إلى السلايدات مالتنا. هذا الدمو اللي راويتكم إياه مأشر عليه بهذا السلايد، والتقسيم اللي شفناه أيضا بالدمو أيضا هو هنا مأشر عدي. بس هنا بهذا السلايد مكمل لي الكويك سورت، كمله للنهاية، يعني هذه بعد أن كانت عندي الخطوة انقسمت على أساس الكي. شوف الكي إجا هنا، أوكي، ورا ما أكمل على أساس الكي هو اشتغل لي هذا القسم، فقسم على أساس من؟ على أساس الإي. الإي وين يجي؟ يجي بهذا المكان، هنا صار عندي الآي. النوب اشتغل لي هذا الجزء هم مرتب على أساس الإي. الإي وين يجي؟ يجي هنا، بقالي منه؟ بقالي هذا الجزء. هذا الجزء رتبه وانتهى، انتهى أنه الأي هنا، والجزء المتبقي اللي هو السي انتهى. هذا كملت السورتينج مال هذا الجزء. طبعا بقى عندي الاي اللي قبل الكي هم ايضا
عم يشتغلها انتهى هنا عندي. هسه انتهيت من الكي لهنا هاي الخطوة. ابدي انه بشتغل هذا القسم. هذا القسم ابدي ارتبه على اساس الال. الال لقاه هو اوريدي اصغر عنصر موجود وهو مكان الصحيح. فصار كأنه ثبت الال هنا وهذولي هسه هذا القسم اللي هسه لازم يجي يرتبه. هسه من يجي يرتب هذا يرتبه على اساس البي. البي ورا ما رتبه لقى مكانه هنا. النوب بعد هاي الخطوة لازم يرتب هذولي الاثنين ويرتب هذولي الستة. البي مكانه النهائي فيجي للام وللاو. من يجي للام يلقى الام مكانه ولقى الاو مكانه انتهى هذا القسم. بعدين هسه يجي يرتب هذول الستة. الستة يرتبهم على اساس التي. على اساس التي التي قعدها لقاها هنا. النوب بعدين يجي يشتغل هذول الثلاثة الاس كيو ار يرتبهم على اساس الاس. الاس تجي هنا والنوب يرتب الار والكيو. الار تجي هنا مكانه النهائي والكيو تجي هنا. ايش بقالي؟ قالي بس اليو والاكس. اليو والاكس هما مكانهم النهائي. تنتهي عندي عملية التقسيم والبارتيشنينج اللي يتكرر على كل عنصر، اوكي، والسورتينج النهائي راح يكون عندي بهذا الصيغ. نفس الموقع اللي اعطيتكم اياه سابقا يوضح لي كويك سورت ويوضحها ايضا من تكون عندي الداتا باشكال مختلفة راندوم و partially sorted. الـ running time هنا عندي مثل ما شفنا انه merge sort شلون انه الخوارزمية الجيدة الخوارزمية الممتازة شلون ممكن تغنيني عن حاجتي لتطوير الهاردوير من home computer الى super computer. ونفس الـ شفنا العلاقة اللي صارت عندي هنا اصلا حتى بالـ quick sort اللي هو ينطيني complexity n log n ينطيني complexity n log n بس بالواقع اسرع من هذا بالبراكتس اسرع من هذا بحيث البليونز اللي كانت تنتهي بالميرج سورت بالحاسب الهوم ب 18 دقيقه اذا تذكرون هنا تنتهي ب 12 دقيقه زين. وايضا طبعا البراكتس هاي واقعي المليونز تنتهي 0.6 من السكند هنا كانت عندي 1 فهي افضل حتى من الميرج سورت الكويك سورت طبعا. وبالنسبه اذا صارت عندي سوبر كمبيوتر انه هذا 12 منت وال 18 منت اصلا يصيرون انستنت يعني فوريا. Good algorithms are better than supercomputer. هذا الليسن الاول اللي تعلمناه من الميرج سورت. الليسن الثاني مو بس الجود. The great algorithms are better than good ones. يعني هالمرة بعد طورناها بس مو بس good لا سويناها great. Great algorithm. وفعلا great. بس بيها مشكلة. مشكلتها ان هناك راح يصير عندي best case و worst case. مش وقت راح يصير عندي خلي ننتبه ونشوف شون راح تجي لي worst case. وراح يصير عندي بعض الحالات اللي ممكن نسميها best case وال worst case. best case اللي هي تكون تقريبا قريبة من ال average case انه اضمن انه ال complexity لل sorting يكون n log n تقريبا n log n وهي انه يكون السورتينج بالحاله الاعتياديه اللي شرحناها سابقا. فهذا السورتينج راح يكون big o n log n. هذا مثال عليه. شوف هذه العمليات ما راح تتجاوز ال n log n من المقارنات وال exchange. بينما اذا كان عندي البيانات اذا اجت مرتبة ترتيب أصلا مرتبة ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي اللي هي حسب رغبة يعني البرنامج أو المبرمج بشون يريد الترتيب. لو افترضنا أن الراندوم شفلينج أي أصلا انطاني نفس أو انطاني ترتيب هو ترتيب تصاعد فهذا من أجي أريد أشتغله هذا من أجي أريد أشتغله راح أشتغل عدد المقارنات ما راح يتجاوز عدي ولا أي بحيث كلهم لازم أقعد أقارن بين يعني مثلاً الجي راح تبدي من الأخير إلى البداية ما راح توقف والبي من أصعد كل وحدة راح أبدي أقارن بهن كلهم كل وحدة راح أبدي أقارن بهن كلهم شوفوا شغل بالسلايد القبلة
لا اكو فراغات عندي، ما احتاج انا اقارن في كل خطوه كل المتغيرات. جاي تشوفون هذا الحروف اللي بالرصاصي، هذا معناته انا ما احتاجها، ما احتاج اشتغلها، ما احتاج اقارن بيها. بينما بالورست كيس لا، كل وحده احتاج اقارنها، واحتمال لو كانت هي حاله عكسيه، يعني حاله ترتيب العناصر عكسي، احتمال احتاج مو بس اقارن، ابدل. فهاي راح يصير عندي الورست كيس. وهذا احنا هنا اذكركم نحتاج الشفلينج، انه نحاول نقلل نسبة العناصر اللي تجي لي من البداية هنا مرتبات ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي. هذه فائدة الشفلينج. الشفلينج يقلل لي احتمالية صيرورة العناصر او كونها تأتي بترتيب تصاعدي او تنازلي، لانه مش قد احتمالية انه من اسوي شفلينج للعناصر تجي مرتبات، احتمالية قليلة جدا يعني. فهذا انا ابتعد من هذا الاحتمال، اروح للاحتمال الانلوج لين. طبعا هذا راح يكون الورست كيس ماتي، راح يكون بيج اول الانتر بي، نصف الانتر بي يعني بيج اول الانتر بي. هذه هي مشكله الكويك سورت، ولهذا احتاجيت بها شفلين. هذه الملاحظات اللي ذكرناها بالسلايد قبله. هنا شلون صار عندي الورست كيس انتر بي، يعني انه اذا مثل ما تراجعون بالسلايد، انه اول واحد احتاجيت بي ان من المقارنات، ثاني واحد احتاجيت بي ان ناقص واحد، ثالث واحد ان ناقص اثنين، اذا تجمعهن راح يروح تقريبا هذه المتسلسلة تأديني الى السميشن، يؤدي لي الى نصف انتر بي. اما الافريج كيس فالنمبر اوف كومبيرز هو ان لوج الان، وعادة 39% زيادة المقارنات ازيد من الميرسور، بس هو بالواقع فاستر لانه المير سورت اسرع من المير سورت، لانه بالواقع بالويكس الكويك سورت راح يكون بي ليس ديتا موفمنت، تحريك البيانات يكون اقل. نحتاج راندوم شفل على مود نقلل من احتماليه الورست كيس، و هذه الاحتماليه اللي نقللها جدا بحيث ان نحاول نبتعد من الانتربي الى الانلوج الان. العديد من المصادر والتكست بوك تعطي فكرة انه يكون الكمبلكسيتي كوادراتيك انتربي اذا كانت المصفوفة مرتبة ترتيبا sorted or reverse sort، يعني تصاعدي او تنازلي. وكذلك لو كان عندي many duplicates، يعني كثير من التكرار، راح نشوف مشكلة التكرار بالكويك سورت شنو، ليش اصلا هي مشكلة وشو راح تنحل. صفات الكويك سورت، الكويك سورت هي ان بليس، ما تحتاج اكسترا ميموري، وهذه واضحة ما تحتاج اكسترا سبيس. بس الكويك سورت هي نوت ستيبل، نوت ستيبل يعني لو كان عندي A1 A2 A3 ما راح تفرق بيناتهم، ما راح تترتيب. انا شرحت لكم شنو شغلة الستيبوليتي او لا بالسورتي. هسه نشوف فكرة الدوبليكيت كيز شنو، ليش عندي هنا مشكلة بالكويك سورت، نشوف شنو قصة الدوبليكيت كيز. عادة الغرض من المصفوفة انه تخلي العناصر اللي هي equal keys together، هذا هو الغرض الاساسي. بس هذا طبعا هنا هذني من يكونوا دوبليكيت يكون المفروض علاقة بيناتهم ايضا تكون محافظين بها على السورتين. بس هذا الشيء هل هو موجود بالكويك سورت ولا، خاصة اذا كبرت عدة مصفوفة وكثير من الدوبليكيت وموزعة بمختلف المواقع. زين، فالمير سورت حالة الدوبليكيت كيز، المير سورت with duplicate keys دائما هي بين الـ unlock الان، نص الانلوج الان والانلوج، يعني احنا ما طالعين من اللينيارثميك اللي هو الانلوج الان. بس الكويك سورت هاي طبعا المير سورت، كانت المير سورت يعني تتراوح بين النص انلوج الان وانلوج الان، اما الكويك سورت لا، goes quadratic في حالة الايكوال كيز unless partitioning stops. يعني مثلا لو كان عندي هذا المجموع، انا بدي اقسم وماخذ الاس هو البارتيشننج اليمنت،
فمن اجي اقارن هنا لقيت اس. اذا برمجتي للخوارزمية في حالة انه equal يسوي swap، فمعناتها هذا راح انتظر الكبير من هاي الجهة ويسوي بياناتهم swap. اذا برمجتي انه اللي يساوي partitioning عبره، فمعناتها هاي راح يبقى هنا وراح اوصل لهنا يلا يسوي swap. زين، لان الواي اوريدي اكبر. فهذا بعدين ورا ما اكمل يجوز الاس هذا اللي رتبت على اساسه يقعد مثلا بهالمكان، بس كل العناصر اللي على يمينه ما ضمنت انه اكبر من عنده، اكو بيها يساوي. وبنفس الوقت اكو عناصر موجودة هنا هم، لانه اذا في حالة المساواة ماكو سواب يعني راح يعبر، هم يجوز اكو اس راح تبقى هنا. فاس احتمال موجودة بهذا الجزء واحتمال موجودة بهذا الجزء. هذا راح يطلب مني بعدين من اكمل يطلب مني هواي عمليات تحريك، فالنتيجة هي يعني اكسترا لود، وهذا الشيء اللي يؤديني الكودراتيك، يعني ترتيبها ما راح ينخصم وما راح يخلص من بحالة الايكوال كيس، طبعا بحالة الـ يعني التكرار ما راح ينخصم بخطوة واحدة، لا هاي بعدين وراها خطوات اكثر وهي لنفس الاليمنت. هاي مشكلة الكودرات الكويك سورت في الدوبليكيت كيز، بس هاي لها حد. زين، نشرح المشكلة بشكل اوضح. مثلا لو كانت عندي انه نخلي كل ال put all items equal to the partitioning item on one side، هذا الخطأ اللي راح يؤدي لي الى انه يكون عدد ال compares enter be. مثلا لو حركت، يعني مثلا لو اجت لي من الاساس مصفوفة بالشكل، مثلا مش كلهن نفس الاليمنت، فتخيل انه لو قلت هذولي كل اصغر يحرك لليسار، فهنا مثلا هنا انا لو قارنت ويا الاي هذا لقيته اي نجيبه هنا، اي نجيبه هنا، وهكذا الان اوصل للاي اللي بعده واقف هنا، لان دائما جاي يبدل وياه، وانه بالاخير يلا ابدل الاي او اللي هو العنصر نفسه ما تبقى، يبقى بالاخر واحد يقعد ويا ال يعني بعد السواب. زين، هذا كم مره انا احتاجيت كل مره راح احتاج، يعني معناتها ان من العمليات، واذا هن اصلا ان من العناصر، فمعناته تقريبا انا جاي اروح للانتربيع. زين، هذا في حاله عنصر واحد. في حاله انه تكرار عندي اكثر من عنصر، يعني قصدي عنصر واحد بس باكثر من مكان، فهنا لو سويت بارتيشننج على البي هنا رغم انه يعني خليت السي كلهن من هاي الجهة، بس هنا البي ايش قد حركت بيهن يلا وصلت لهالمكان هذا. وهذه ايضا المشكلة من اخلي put all items equal in one side. الشغلة الثانية لو لا انه ما احرك العناصر الايكوال، وهو مطلوب، بس شوف المشكلة اللي راح تجي لي. هذا طبعا راح stop scan on items equal to the partitioning item، يعني مو مثل هذا احركهم هنا، لا ما احرك هنا بقي. هذا طبعا راح اروح هنا اللوج الان، بس المشكله انه بعد التقسيم من الممكن، طبعا نشوف هنا بعد التقسيم صار الاي بالاخير، هنا بحاله تطبيق صار الاي مكانه بالنص والبي ايضا مكانه، بس شنو المشكله؟ هذا الجزء هم صار بي وهذا الجزء صار بي، صار بي حرف بي يعني اقصد. هاي لأنه أنا stop scan ما حركت بالإيكوال، فما ضمنت أنه كل العناصر هنا أكبر. زين، ولا ضمنت أنه كل العناصر هنا أصغر. الحل الأمثل، الحل الصحيح، الحل المطلوب هو أنه put all items equal to the partitioning item in place، أحرك أو أخلي كل العناصر المتشابهة والمتطابقة في مكان واحد. يعني هذه لو اشتغلت بها على هذه هنا، كأنه الأي اجت كلها هنا والسي كلها هنا والبي اللي هو البارتيشنينج إليمنت ماتي اجت كل العناصر اللي تشبه اجت بمكان واحد، وهاي الأي لأنه فقط عنصر واحد اجت يعني شوف كلهن أحمر صار كأنه اجت كلهن بمكان واحد.
هذه التقنية نسميها احنا three-way partitioning. Three-way partitioning انه فكرتها تقسم بهالشكل. تقسم هسه راح اراويكم الدمو مالتها على من نختصر الوقت. فكرتها انه ابدي اشتغل على هي quick sort، تبدي تشتغل مع الduplicate keys، اقسم على اساس الفاليو مالت البارتيشننج اليمنت، وطبعا هم راح يصير عندي لو وهاي، واضمن انه كل العناصر اللي موجوده بعد المؤشر نسميه greater هي اكبر، وكل العناصر بعد المؤشر اسميه less than هي اصغر، وكل العناصر اللي تساوي الفاليو هي موجوده بين الاثنين، بين less وبين greater. entries between less than and greater than equal to the partition item V. No larger entries to the left. No larger entries to the left of less than. No smaller entries to right of greater than. وهذه اللي يسموها Dutch National Flag Problem، اللي هو هذا العلم الدوتش اللي جاي من العلم الهولندي Netherlands، اللي هو يكون عندي هنا أحمر أبيض وأزرق مفصولات تماما، فكأنه كل العناصر اللي متساوية موجودة هنا، الأكبر هنا الأصغر هنا، اللي مخترعها هو دايكسترا اللي عنده خوارزميات كثيرة بالجرافات. هذا طبعا الدمو هسه من أراويكم إياه راح يكون أوضح الفكرة شلون راح تشتغل عندي هذه الخوارزمية. هذا السلايد هي فكرة الدمو اللي راح أراويكم إياه حاليا. هذا الدمو الـ three-way partitioning. Let V be partitioning item هذا الموقع. أوكي. اللي هو هنا عندي الـ P. Scan I from left to right. هذا هو الـ I. نسوي scan من الـ left للـ right. إذا الـ A of I أصغر من الـ V، exchange ويا less than. And increment both less than and A of I. Exchange الـ less than ويا الـ A of I. وincrement less than والـ I. راح نشوف. إذا الـ A of I أكبر من الـ V، سوي تبديل بين الـ greater than والـ A of I وdecrement الـ greater than. إذا الـ A of I يساوي الـ V، فقط increment للـ I. يعني شغلتي كل قياسي ويا الـ A of I، هل هو أكبر هل هو أصغر هل هو يساوي. الـ I يبدي من اليسار من أول واحد، وعندي مؤشرين طبعا، عندي اللو والهاي، وعندي الـ greater والليس. فكرتي هاي يكون أوصل إلى هذا. بس حاليا الـ A of I هو يأشر لي على البيفت. البيفت اللي هو البارتيشنينج إليمنت، يعني معناتها راح تتحقق عندي هاي الحالة انه الـ A of I يساوي الـ V، ففكرتي فقط increment للـ I، فالـ I راح ينتقل للعنصر الثاني. هسه الـ A of I اللي هو الـ A راح يكون قيمة الـ A أصغر من قيمة الـ P، فالـ A of I راح ينطبق عليه هذا الشرط انه الـ A of I أصغر من الـ V، فمعناته لازم أسوي exchange بين الـ less than والـ A of I، يعني هذولي أسوي بيناتهم تبديل. حركنا هذا الـ A يجي هنا والـ P يجي هنا، ونزود الـ less than، رجعت طبعا أنا الـ less than كان هنا والـ A of I هنا، نزودهم اثنينهم، فالـ I يصير هنا والـ less than يصير هنا. أوكي، هسه الـ A of I اللي هو هنا واقف قيمته B أصغر من الـ P، فأيضا نبدل ونزودهم اثنين. هسه الـ A of I اللي هو قيمته X أكبر من الـ P، فإذا كان أكبر فمعناته نبدل الـ A of I محتواها ويا الـ A of greater than مو الـ less than، يعني هنا. فنجيب الـ X هنا والـ Z هنا، ونقلل فقط الـ greater than. بدلناها وقللنا، قللنا يعني خليناها تتجه من الرايت للليفت الجريتر ذان، يعني هي اصلا بالهاي. زين،
هسه ال A of I شنو قيمته؟ راح يصير أكبر. فإذا أكبر معناته شنو هو؟ لازم نبدله يامن ويا الجريتر ونقلل الجريتر. نبدله ونقلل. ال A of I أيضا أكبر. نبدله ويا الجريتر ونقلل الجريتر. ال I of I ال I مؤشر واقف هنا بعد. بعد لأنه يتحرك فقط من يكون عندي أصغر. وأيضا من يساوي. تجي C هنا وينزل الجريتر. السي هسه محتويات الـ A of I C أصغر من الـ P، فمعناته يبدلون ويصعدون اثنينهم. الـ A of I أكبر يبدل وينزل الـ greater. الـ A of I يساوي حرك الـ I، يساوي حرك الـ I، فقط حرك الـ I، increment الـ I يساوي حرك. وهنا عندي الـ V راح يكون عندي الـ V أكبر، الأكبر يتبدل ويا الجريتر وينزل عندي الجريتر. هسه الـ A of I أصغر يتبدل ويا الليس ويصعدون اثنينهم. زين الـ A of I هسه عندي شبي يساوي؟ إذا يساوي معناته يصعد. من يعبر الجريتر معناته انتهى، صار كروس. شلون كانت عندي مساعة الكروس بين الـ I و J؟ هنا من يعبر الجريتر تنتهي عندي الـ partitioning. ضمنت أن كل العناصر الموجودة هنا هي عناصر تساوي الفي، والعناصر اللي موجودة هنا أصغر ما بيها مساواة، والعناصر الموجودة هنا أكبر ما بيها مساواة، بس المساواة موجودة هنا. أوكي، هذه هي الدمو اللي يوضح بشكل تفصيلي فكرة الـ partitioning اللي هو quick sort three way partitioning. بهاي الحالة انحلت كل مشاكل الـ quick sort. بس صارت عندي هي تشتغل سواء كان عندي duplicate، بس طبعا ما تحل مشكلة لو يعني الانتربيع اللي تجي لي من هنا اصلا already sorted او reverse order، فلا نحتاج shuffling على مود نتجنب هاي الحالة. بس مشكلة duplicate key انحلت عندي في تطبيق الـ three-way partitioning، Dijkstra three-way partitioning. نرجع للسلايدات، هذه شرحناها، وايضا هذه السلايد خاصة بالدمو. هذا السلايد اللي هو يوضح لي فكرة الدمو أيضا، احنا بعد أن شرحنا بالدمو هذا اللي بعد يعني ما يحتاج نطول بهم بالشرح. هذه الـ three-way quick sort partitioning في نقل الداتا بالواقع. شوف الأشياء المتطابقة، مو يجوز يعني بس عندي حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة، يجوز عندي مجاميع من الأشياء المتشابهة. فكل هذه المجاميع إذا طبقنا الـ three-way quick sort partitioning راح يجي كل الأشياء المتشابهة راح تجي بمكان واحد، كأنه تتدرج عندي عملية الـ partitioning. تطبيقات الـ sorting، هذا السلايد ممكن تلخص لي فوائد الـ sorting، فوائده جدا كثيرة، ممكن هاي واحد يقرأها وياخذ عليها فكرة يعني، بس مجرد واحد يعني ياخذ فكرة عن اللي هو الـ sorting. هو معروفة هواي يعني، كثير من الأمثلة عليها، list names، display الرانك مال الأمور، كثير من التطبيقات. نلخص الـ sorting بجمع كل التقنيات مع بعض بحيث نخلي الخصائص مالتهم كلهم. selection كانت any place وهي stable، لا مو stable، الورست كيس مالتها كانت ان تربيع، الافريج مالتها كانت ان تربيع، والبست كيس مالتها ان تربيع. زين، فهي ما تتاثر بالداتا مهما كان شكلها، هي تبقى ان تربيع. هذا السلكشن طورناها شوي، اشتغلنا على الانسرشن. انسرشن هي ان بليس وهي ستيبل، الورست كيس مالتها والافريج ان تربيع، والبست كيس مالتها ان في حاله انه تجي للعناصر بارشيالي اوردر. الشيل هي in place بس هي مو stable. زين، ال resolution أو ال average وال worst case مالتها يعني قدرنا أنه نوصلها إلى n أس 3 على 2، بس ما أكون قراءة دقيقة للأمور، بس هي أفضل، كل الحالات هي أفضل من الاثنين اللي قبلها. ال best case كانت عندي هو n، يعني تشبه ال insertion. ال merge هي not in place لأن تحتاج extra memory، بس هي stable وكل حالاتها الـ unlock الـ n.
الكويك هي ان بليس بس هي مو ستيبل. الورست كيس مالتها ذكرناها ليش هي ان تربيع على 2، والافريج هو ان لين الان اللي هو ضمن عائله الان لوج الان. الثري واي كويك حاولنا نحل مشكله البيست كيس حسناها، وحاولنا انه نحل مشكله الدوبليكيت كيز، بس الورست كيس ما نقدر نتجنبها لانه لو اجت لي حاله السورتد او ريفرس اوردر هي تبقى يعني مشكله بيها، ولهذا احنا نحتاج الشفلنج بالكويك سورت. طبعا هي ان بليس، والافريج هو نفس الافريج بس صار عندي بيست كيس اللي هو انه ممكن تكون عندي ان، بس احنا نبقى هنا هذه وهذه يبقى بالان لوج الان، يبقى البيج او للكويك سورت بشكل عام هي ان لوج الان، والثري واي كويك افضل لانه حلت لي مشكله الدوبليكيت كيز. لحد الان ما وصلنا الى، طبعا هذا الكويك هي افضل، يعني ممكن واحد يقول المرج والكويك ينافسون بعضهم اعتمادا على التطبيق مالتي، صحيح اذا احتاج بها ستيبلتي، اذا احتاج بها ان بليس فانا اختار حسب التطبيق اللي يفيدني. بس هل وصلت لحد الان الى خوارزمية هي ان بليس وهي ستيبل وهي دائما ان لوج الان؟ لانه ما لقيت شيء اقل من ان لوج الان، فان لوج الان هي حاليا القيمة المفضلة عندي بالسورتينج. هل لقيت هذا السورتينج الجوريثم لحد الان؟ لحد الان ما قدرت اوصل. هذه نهاية المحاضرة التاسعة، اتمنى تكون واضحة، واذا عندكم اي استفسار او اي سؤال انا حاضر. تحياتي لكم، ونلتقيكم بالمحاضرات القادمة، مع السلامة.